السلام عليكم. اليوم راح ناخذ التجربة الثانية experiment number 2 واللي تتكون من جزئين. الجزء الأول راح ناخذ اليوم وهو الجزء هذا بمثال محلول وما بي أي assignment، ما بي واجبات. الواجب راح يتأجل على الجزء الثاني من التجربة الثانية اللي راح تكون في الأسبوع القادم. التجربة عنوانها Arduino Interfacing with Liquid Crystal Display. هذا هو Liquid Crystal Display. راح نرجع يعني نشرح هالبنات كلها بالمحاضرة. هو هذا الجزء الرئيسي راح يشكل محاضرتنا اليوم. وطبعا هذا Liquid Crystal Display يحتوي على 16 كولوم و 2 رو، فيسمى 16 × 2. وايضا راح المحاضره الجايه راح نشرح ال 7 سيجمنت ديسبلاي بشكل تفصيلي. الغرض من هذه التجربه teaching the student how to deal with the output appliance and use of LCD screen as well as clarify the most important differences between 7 سيجمنت ديسبلاي and the LCD. ايضا قبل ما افوت بالتجربه حبيت ان انوه الى انه احنا ممكن نستخدم الامثله اللي موجوده بالمكتبه مال اردوينو من خلال فايل اكزامبلز هاي تبدي بيزك ديجيتال انالوج، كل هاي امثله موجوده. اليوم استخدمنا المثال اللي موجود بالليكويد كريستال هذا اللي هو هالو وورد، هذا المثال اللي استخدمناه وطبعا عدلنا عليه لانه مو نفس يعني اللي ما موجود هنا. هنا اللي موجود يعني غير الشغل يشتغل، عدلنا عليه حورناه ورتبنا به بعد يعني ضفنا عليه خطوات حتى يوافق الهوم ورك اللي موجود رقم 1. طبعا تعرفون اكيد ال LCD لها استخدامات كثيره جدا، هي عنوانها من اسمها LCD هي Liquid Crystal Display. تستخدم في كثير من التطبيقات يعني الساعات، الديجيتال كود ديسبلاي، التي فيز، لوحات الاعلان، مختلف تطبيقات كثيره جدا لها. طبعا العائلتين الرئيسيه بها هي الكاركتر ال سي دي. كاركتر ال سي ديسبلاي تعتمد على المصفوفات، يعني تقرا الشاشه كمصفوفه بها اكس وبها واي، يعني بها اكس اللي هو الرو والواي هو الكولوم. واكو نوع اخر هو الجرافيكال ال سي دي، هذا يعتمد على البيكسل، وطبعا الدقه مالته تكون اكيد اكثر لانه هذا ببيكسل اكثر من عدد الكاركتر اللي موجود بهذا النوع. ال LCD ديسبلاي نلقاها يعني على شكل بي سي بي برنت سيركت بورد، وطبعا ممكن لها استخدامات كثيره جدا ويا انواع كثيره من المايكرو كنترولر مثلا الرايزبيري باي، البيك مايكرو كنترولر، شفنا التطبيق ماله بالنظري هذا وتطبيقات اخرى كثيره. اللايبراري المشهوره والموجوده لها استخدام كبير في الاردوينو ابلكيشنز هي الليكويد كريستال، هو اسمها هالشكل ليكويد كريستال. طبعا هذا الليكويد كريستال اللي هو متوافق ويا اردوينو ويا انواع اخرى من المايكرو كنترولرز، هذا النوع من ال سي دي هو كومباتبل ويا هذا النوع من الدرايفرز اللي هو هيتاشي اتش دي 44780 درايفر. هذا ممكن يعني عده شركات تنتجه، ولكن هو هذا الدرايفر الرئيسي اللي الكور يعتبر مال هذا الليكويد كريستال. عاده هذا الليكويد كريستال او ال سي دي يحتوي على 16 كونكترز، 16 كونكتر، ويحتوي طبعا هاي الكونكترز من ضمنها الباور سبلاي مال اكسترنال سيركت، وطبعا اللايت مال الباك لايت سبلاي يعني الباك جراوند خلفيه الشاشه، ايضا ممكن التحكم بالاضاءه مالها. الاعازات المهمه حتى نقدر نشغل ال سي دي على الاردوينو، اول اعاز هو اللايبراري، هذا اللايبراري اللي هو ليكويد كريستال دوت اتش، هذا لازم يكون موجود بدايه البرنامج اللي يعني راح نستخدم به ليكويد كريستال.
هذا الإعاز ضروري، هاش انكلود ليكويد كريستال دوت اتش. هذا الإعاز أيضا ضروري، ال سي دي دوت بيجن 16 فارزة 2. هذا الإعاز حتى يسوي سيت اب لل ال سي دي، عدد الكولومز وعدد الروز. طبعا إذا هي 6 في 12 فإحنا لازم نكتب ال سي دي دوت بيجن 6 فارزة 12. LCD print double quote message ونسد القوس. هذا راح يظهر لي ما موجود بداخل هاي ال two quote quotation mark، هذا quotation mark، هذا quotation mark. المسج نفسها راح تظهر هنا، راح تظهر على الشاشة. إذا أريد أرقام تظهر يعني أو متغير يتغير بعدادة أو أي شيء آخر، لازم أشيل هاي two quotation mark. لان التوكوتيشن مارك راح تثبت لي المسج اللي موجوده بداخلها، حتظهر نفسها. فاذا احتاجينا فاريبل متغير مثلا منو عداد من 1 الى 10 مثلا، نقول ال سي دي برنت فاريبل، وهذا الفاريبل هو راح يدخل باللوب ويتغير. الاعاز هذا ال سي دي سيت كيرسر جي واي، الجي هو الكولوم والاي هو الرو، جي واي. اوكي، هذا راح شو يسوي؟ راح يسيت لي مكان بداية ال يعني بداية الكلمة اللي راح تنطبع. إذا نسيت هنا صفر صفر راح يبدي بالركن الأعلى الأيسر مثل ما موجود هنا، بس أنا بباوع هذا هو صفر 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 صفر. إذا نقول له صفر واحد راح يبدي الكلمة منه من هذا المكان. إذا نقول له يعني سيت كيرسر صفر صفر راح يبدي لي كلمة منها. إذا نقول له سيت كيرسر ثلاثة صفر راح يبدي لي كلمة منها، وهكذا. راح نشوفها واضحة بالمثال. طبعا هو هذا الستة العفو الستاعش اثنين اللي هو 16 كولوم واثنين رو، هو هذا ال LCD اللي راح نستخدمه اليوم. طبعا أكو أنواع كثيرة من ال LCD أكبر من هذا النوع واكثر دقه، ولكن هو هذا النوع متيسر بالسوق المحليه وهو سهل يعني ورخيص الثمن لاجراء تجارب. كويعاز اخر ايضا راح نستخدمه هو LCD Clear، هذا نستخدمه شنو؟ حتى نمسح ما موجود بالشاشه، نمسح ما موجود بالشاشه. يعني انا انطيت مجموعه من الانستركشن تظهر لي اشياء على الشاشه، وبعدين اريد امسح واسوي شيء اخر او يعني اطبع شيء جديد، اقدر اسوي كلير من خلال هذه الاعاز. الديلي هو ينطيني فترة التنفيذ يعني، وتعرفوا هذا الإعاز. مثلا ننطي هنا طبعا بالملي سكند ال N، إذا ننطي ألف يعني راح ينتظر واحد ثاني. يعني إذا أظهر فد عبارة معينة وأكتب له وراها ديلي ألف، معناه راح يظهر العبارة لمدة ألف سكند ويبدي ينفذ ما موجود فيما بعد. هاي الشاشة اللي تشوفوها هي هاي ال LCD 16-2، بيها هنا اول واحد هو الجراوند، اول بن هو الجراوند، بعدين يجي الفي سي سي اللي هو 5 فولت، بعدين في او. هذا اذا نحتاج نسوي يعني كونتراست، هذا طبعا يربط على بوتنشيوميتر بالحقيقه، هذا البن يربط على بوتنشيوميتر حتى نقدر نتحكم باضاءه خلفيه الشاشه. هذا الار اس ريجستر سيلكت، هذا ريد رايت، هذا انيبل. هاي البنات اللي هي ارقامها من دي نوت الى دي 7، هاي داتا بنز، وهنا الانود وهنا الكاثود. بالواقع العملي اذا ردنا نربط الاردوينو فعلا يعني مو بالبروتيوس، نحتاج شنو؟ البوتنشيوميتر. بالبروتيوس ما راح نحتاج هذا البوتنشيوميتر حتى نشغل الشاشه، لان هي الشاشه الاضاءه مالتها اصلا مسيته. بس اذا نشتري لهذا ال LCD ونشتري اردوينو يحتاج لنا بوتنشيوميتر حتى نقدر نضبط اضاءة الشاشة، لان اذا ننطي فولتية عالية هنا راح الشاشة راح تصير بيضة او يجي لون بحيث ما نقدر نشوف الارقام داخلها، فيحتاج نتحكم هنا بخلفية الشاشة وبإضافة اضاءة خلفية الشاشة. طبعا هنا هذا راح يربط على ال VCC، هذا الواير الاحمر اللي تشوفوه، هاي الواير راح تربط هنا، واحد على الجراوند وواحد على الار دبليو.
هاي فيما يخص البوتنشيوميتر. والغرض منه هو، الغرض من البوتنشيوميتر هو شنو؟ هو تحكم بخلفية الشاشة. الآن نجي اكو اشياء ثابتة، والكونفيجريشن طبعا ثابت ماله والربط ماله ثابت. هذا الكونكشن، هاي كل بن من ال LCD يربط على يا بن بالاردوينو، وهاي ثابتة يعني تكون تنحفظ، يعني مو تنحفظ يعني على الغيب، بس هي ثابتة لأنه كل ما تيجي تربط لازم تعيد نفس هذا الربط. بن رقم واحد أو يسمونه ال VSS هذا يروح للأرضي للجراوند. بن رقم اثنين أو ال VDD أو يسمونه ال VCC يروح للخمسة فولت باور. بن رقم ثلاثة أو ال VEE يروح للجراوند، وإذا راح للجراوند راح يعطيني الماكسيموم كونتراست. فال VEE عادة يربطوه وين؟ يربطوه على بوتنشيوميتر حتى يقلل الكونتراست. بن رقم أربعة أو ال RS ريجستر سيلكشن يروح إلى بين زيرو بهذا النوع من الأردوينو اللي هو أونو اللي إحنا بنستخدمه. بين رقم خمسة أو الريد رايت يروح للجراوند، ليش؟ حتى يخلي ال LCD بالريد مود. بين رقم ستة أو ال E اللي هو إنيبل يروح إلى بين واحد للأردوينو يونو. بين رقم 11 يروح إلى أو ال D4 يروح إلى بين رقم 8 بالأردوينو. الدي 4 للبن 9، الدي 6 للبن 10، الدي 7 للبن رقم 11 بالاردوينو يونو. ال 15 وال 16 هذا حتى ينطي فولتيه للباك جراوند لايت. بالواقع العملي يعني مو بروتيوس، راح نحتاج بريد بورد، ونحتاج اردوينو يونو، ونحتاج بوتنشيوميتر 1 كي، ونحتاج جمبر وايرز، ونحتاج LCD 2 في 16. اوكي، البروسيجر مالنا احنا راح نسوي بالبروتيوس، بس حتى تسوي بالواقع العملي يحتاج لك تربط الدائرة هاي اللي موجودة هنا بهذا الفيجر مثل ما موجودة، وحسب البنات اللي حكينا عليها وين يربط البوتنشيوميتر، وين يربط الداتا بينز، وين يربط الارضي وهكذا. فاحنا مو كلها راح نسويها اليوم هاي الاشياء، ليش؟ لانه ما عندنا تجربتنا راح تصير افتراضيه، راح نطبقها على شنو؟ على البروتيوس. لذلك اليوم راح نحل من الدسكشن السؤال الاول، هذا السؤال الاول راح نحله اليوم. اوكي، والاسئله الباقيه راح نكملها، يعني نكمل المحاضره الجايه وننطيها شنو؟ ننطيها كاساينمنت للمحاضرة الجاية. اوكي، فهسه هاي المحاضرة ما راح تكون المطالبون في حل السؤال الثاني والثالث، تنتظرون الاسبوع القادم نكمل، يلا نقدر نعطيكم هاي المثال الثاني والثالث. اوكي، بالنسبة لهذا السؤال، write an Arduino program to print the first hello world. اكتب لي برنامج اردوينو لي شنو؟ لطباعة الكلمة hello world on the first row، في السطر الأول من ال LCD، and stay for 3000 ملي سكند period of time، then faded to display again the first Arduino REV3 at the second row. إذا إيش راح نسوي؟ راح نسوي برنامج بالاردوينو يطبع لي السطر من بداية المربع الأول فوق hello world، أوكي، لمدة 3 ثواني، 3000 ملي سكند، وراها يختفي هذا السطر وينطبع بالسطر الجوا العبارة اردوينو REV3. أوكي، هو هذا السؤال. راح نروح للشاشة مال الاردوينو ونشرح ما موجود هنا. طبعا هنا نعرف المكتبة اللي هي ليكويد كريستال، ها ضرورية، وراها نقدر شو نسوي؟ نعرف انتجرز لكل بين من البنات اللي مفروض اربطها وين؟ بالليكويد كريستال. ال RS تنطي رقم 12، ال EN 11، D 5، D 5 4، D 6 3، D 7 2 وهكذا. واقول الليكويد كريستال LCD هي طبعا بيها هاي 6 مال الداتا،
هذا ضروري ار اس اي ان دي 4 دي 5 دي 6 دي 7. اجي شو اسوي؟ اسوي السيت اب مالتي. احنا قلنا بالسيت اب نكتب الاجزاء اللي تتنفذ مره واحده، وبالفويد لوب نكتب الاجزاء اللي تتنفذ اكثر من مره. فاحنا نقدر شو نسوي؟ نقدر هنا نقسم الشغل مالنا. اول مره شو نسوي؟ نسوي هذا الاعاز اللي حكينا عليه ال سي دي بيجن 16 فارزه 2. اوكي، وراها شو نسوي؟ نكتب الهلو وورد اللي هو راح يبدي من المربع الفوق، هلو وورد. اوكي، بعدين ننطي ديلي 3000 ملي سكند، يعني 3 ثواني. وراها لازم يختفي هذا السطر، فمعناها لازم شو اسوي؟ لازم ارجع اسيت الكيرسر على 00، معناها ارجع على بدايه هذا الحرف اتش، وش انطي؟ انطي كلير ال سي دي. اما انطي هذا الاعاز ال سي دي كلير حتى صفر الشاشه، او اقدر شو اسوي؟ اقدر اطبع هذا السطر اللي هو فراغ طوله 13 كاركتر حتى شنو يمسح لي هاي الهلو وورد. اوكي، فهسه انطبعت الهلو وورد، المفروض صار اكو 3 ثواني انتظار، وراها انمسح السطر بهذا الاعاز. اوكي، بهذا الاعاز انمسح السطر ال سي دي، ال سي دي كلير. هسه المفروض اطبع هاي الكلمه اردوينو ار اي في 3 وين؟ بالسطر الثاني، يعني بالصفر واحد مو بالصفر صفر. فاكتب له ال سي دي سيت كيرسر، سيت لي الكيرسر وين؟ على السطر الثاني، واطبع لي اردوينو ار اي في 3. بما انه البرنامج يقول لك بقيها الاردوينو ار في 3، فراح اخليها بداخل اللوب. اوكي، وماكو شيء يمسحها، ماكو ال سي دي كلير حتى تنمسح. تمام، ننتقل الان الى شاشه بورتيوس. بعد ان شو نسوي؟ نسوي اكسبورت كومبايلد باينري، نسوي له اكسبورت هذا البرنامج، نصدر الملف الباينري للمكان اللي موجود هنا نخزن به الفايلات مالتنا، اللي هو هذا المكان بالنسبة لي. نربط الدائرة مثل ما موجودة، طبعا هاي ال سي دي موجودة اسمها LM0116L، ونحتاج الاردوينو يونو سيميلينو او يونو او شنو اسمه بالمكتب مالتك، هو يونو. وطريقة الربط كالاتي: الاس اس في اس اس والار دبليو تربط على الارضي هنا، عندنا البن الاي والار اس يربطن على 12 و11 على التوالي، وعندنا هاي البنات اللي هي دي 4 الى دي 7 يربطن على البنز من الخمسة الى 2 بالاردوينو. اوكي، هاي كل الربط اللي موجود عندنا حتى نشغل. طبعا هنا ماكو بوتنشيوميتر لانه اصلا هي الاضاءه مال الشاشه مسيته قلنا، في يعني اكو شويه يختلف عن الرسم اللي موجود بالمحاضره. هسه نسوي ابلود للبرنامج اللي كتبناه اللي هو هذا البرنامج، نقول له اوكي، بعدين نروح نشغل. من نشغل راح تظهر لنا العبارة هلو وورد بالسطر الأول، والمفروض لمدة 3 ثواني وتختفي هذه العبارة، لمدة 3 ثواني، هذه 3 ثواني وتختفي، وتظهر عبارة أخرى على السطر الثاني. أوكي، هاي العبارة الثانية أردوينو آر إي في 3 ظهرت في السطر الثاني. هذا هو كل البرنامج اللي موجود بالجزء الأول من التجربة. بالجزء الثاني من التجربة راح نكمل نشرح السبن سيجمنت التجربة، وننطي assignment إن شاء الله على الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.